أكد رئيس حزب مصر بلدي سيف الإسلام عبد الباري على أنه موافق من حيث المبدأ وعلى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مشيرا إلى إمكانية إضافة اختصاصات له لتحسين أدائه. وجاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. احنا موافقين عليه من ناحية المبدأ، في بعض المواد يعني تعديل او اضافه. المحصله النهائيه، لان احنا مجلس اداره الحوار الوطني مش مجلس تشريعي ولا مجلس صياغه، وما بيتناقشوا هنا على اللي ممكن يضيفوه ايه للاختصاصات لكيفيه الاداء، الحاجات دي كلها. انما في الاخر كل ده لابد ان يعود الى مجلس النواب للمناقشه في الجلسه العامه والصياغة القانونية لهذا القانون.